تعهد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو بأن بلاده ستعمل مع روسيا ومع حلفائها لتهدئة التوتر الناتج عن إسقاط الطائرة العسكرية الروسية. وقال داوود أوغلو في مقال نشرته صحيفة التايمز البريطانية إن تركيا بصدد إجراء مشاورات عقب الحادث الذي أثار أزمة في العلاقات بين البلدين، وأوضح أن تركيا تعاملت مع الطائرة الروسية استنادا إلى قواعد الاشتباك المعتمدة لحماية سلامة وسيادة أراضيها، داعيا القوى العالمية للعمل بحزم لدحر تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.